بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أصدقائي. اليوم سوف نتكلم عن موضوع CPA. كما تعلمون أن موضوع CPA فرض نفسه منذ قدم، إلا أن ظهر على اليوتيوب أو ظهرت طريقة الربح على الإنترنت ظهرت في هذه الأوان، إلا أن أصبح الربح من الإنترنت يفرض نفسه في الأونة الأخيرة، وبالتالي سأشرح لكم إن شاء الله ما هو CPA وكيف الربح منه. CPA هي يعني short form باللغة الإنجليزية هي CPA. CPA cost per action. قبل CPA كانت CPC يعني cost per click. ونعرف أن الشركة المشهورة بهذه العملية هي شركة جوجل أدسنس، وبعدها ظهرت CPM تعني cost per mail، صاحب موقع يربح مع الظهور. أما وبعدها ظهرت CPX Interactive. CPX Interactive هذه شركة ظهرت بعد CPM، إلا أن سيء بعض الأصحاب الشركات من CPX أدى إلى ظهور CPA. CPA cost per action. CPA تعتمد على 4 خاصيات، وهي إيميل يعني يظهر لك موقع وإذا سجلت إيميلك تربح منه، وهناك زيب يعني الرمز البريدي، أو كتاب أو صال تعني المشتريات، والداونلود يعني إذا أحد قام بتنزيل أي بروجرام مثلا إذا قمت بنشره سوف تربح منه. CPA تعمل على هذه الخاصيات. اليوم سوف أشرح لكم موقع مهم في CPA، وكما تعلمون أن أكثر مواقع CPA لا تقبل المبتدئين بتاتا، إلا أننا سوف أقدم لكم موقع CPA الذي يقبل المبتدئين شرط الحصول على حساب بنكي مثلا بايبول، بايونير، نيتلر، ويجب الموافقة على الضريبة الأمريكية. سوف أريكم الآن هذا هو الموقع كما ترون على المبين في الشاشة. CPA Group يقبل المبتدئين وسهل العمل به جدا. سوف تذهب إلى CPA، سوف أضع لكم لينك أسفل الفيديو. هذا هو CPA Group. سوف تقوم بإدخال معلومات هنا إذا كنت متسجل أو مسجلا مع هذا الموقع، تكتب الإيميل والباسورد وتقوم باللوكين. أما إذا كنت جديد في هذا الموقع سوف تضغط هنا، تقوم بملء هذه المعلومات: first name الاسم الأول، last name الاسم الثاني، company أي اسم، ويب سايت إذا كان لديك ويب سايت أو قناة على يوتيوب أو بلوجر. CPA Group يقبل البلوجر أيضا. هنا street address يعني العنوان، هنا الدولة، المدينة، state origin يعني الولاية، zip code الرمز البريدي، و phone number يعني الهاتف، رقم الهاتف. هنا I'm service أو Skype، إذا كان لديك Skype تكتبه هنا. Type publisher، سوف تقوم بالعمل بالإيميل أو بالGPT أو others. سوف من الأفضل أن تعمل على الإيميل لأنه سهل، كما إيميل address، إيميل الخاص، الباسورد، باسورد الكلمة السر تكتب كلمة السر هنا ثانيا، time zone الوقت المحلي لديك، بحال مثلا هنا عندنا المغرب، GMT Greenwich. Why you hear about us? Where did you hear about us? من أين سمعت؟ يمكنك أن تكتب من عبارة عن محمد الغزاوي مثلا، أو أي موقع.
نعم أصدقائي، كما ترون مبين في الشاشة، هذه هي قناة فان سبورت، قناة كالتشر سبورت ميوزك فان فيتنس اند تكنولوجي. إذا أعجبكم الفيديو قم بسبسكرايب ولايك الفيديو وشيريت، يعني نشره مع الأصدقاء. هذا بعد أن تكملوا البيانات تتوفرون على حساب جي بي اي كريب كما ترون في الشاشة. بعد التسجيل مباشرة تقوم بالذهاب إلى بايمنت سنتر كما هو مبين في الشاشة هنا، يعني الربح. أنا لدي حساب على بايونير وقمت بإدخاله هنا. إذا كان لديك باي بول، نيتلر أو أي بنك آخر يمكنك أن تستخدمه، إلا أن البنك الذي تستخدمه يجب عليك أن تكمله يعني إلى الآخر. لا يمكنك أن تغير مثلا من بايونير إلى باي بول أو بأي بنك آخر. هنا your payment details before the issue payment، هنا يتكلم عن tax document يعني الضرائب الأمريكية. أمر بسيط، تدخل إلى هنا App Task Documents وتملأ هنا هذا الاسم ديالي، اسم الشخصي لي Business. تقوم بملء Individual يعني أنت تشارك، ليس Cooperation تعاونية أو Partnership أو تعاون مع شخص آخر، أنت Individual تقوم بإدخال Individual. هنا الادرس tax identification number، هنا يعني من الأربع سوف يقتطعون social number security، وليس لدينا social security number in في المغرب. like employer identity number، هنا تقوم بإدخال رقم البطاقة الوطنية. Certification and في الأخير تكتبون الاسم. نعم تكتبوا الاسم وتقوموا بالحفظ هنا الوثيقة. وعند الانتهاء من كل شيء تقوم دخول إلى Offer Tools، ستجد My Offers، تقوم بالضغط على My Offers، سوف يعطيك العروض الموجودة. هنا بالمغرب ليست توجد لدينا أي عروض، سوف نقوم مثلا بإدخال الولايات المتحدة، سوف يعطينا مثلا هذه المنتوجات. إذا pay out يعني على كل ظهور، يعني كل ظهور سوف تربح 0.11 دولار. اما اذا قام المشتري، اذا قام الزبون بشراء اي منتوج مثلا جيت برجر كينج لانش فور يير، سوف تربح $1.60 فقط. عليك ارسال لينك، هذا اللينك إلى الزبائن. إذا قام أي واحد بشراء يمكنك الربح مثلا على شكل ظهور أو على شكل مبيعات. نعم وسوف تظهر لك النتائج هنا، كما أنني فقط أردت أن أشارككم تجربتي في مجال CPA، فلدي تجربة متواضعة على مستوى CPA. ويمكنك أن تقوم بإعطاء هذا اللينك لأصحابك، وسوف تقوم بربح $5 على كل صديق تسجل على حسابك. فنكون إذا انتهينا هذا أو أنهينا هذا الفيديو.
شكرا عليكم المتابعة، ولا تنسوا الضغط على الزر سبسكرايب واللايك وشير. مع السلامة.